لكن أنا أريد أتحدث يعني صراحة، لا تسمحي لي، أي تفضل. قصة حقيقية ناخذ منها عبرة. يعني فتاة عمر 22 سنة زين، أقدمت على الانتحار، أنقذتها الشرطة المجتمعية من على الجسر لتشمل روحها، وقدرنا بمساعدة أحد الموارى الرجال والشرطة المجتمعية قدرنا ناخذها ودوها لبيتها. قررت أن أزورها حتى نعرف ليش البنية هاي تنتحر. أكملنا إجراءات المركز الشرطة وياها، ساعدناها فارتاحت للشرطة المجتمعية. رحنا يا أبي ليش تنتحرين؟ رحت ثاني يوم من الصباح أنا يعني بيتها، قالت شوف حالتي ليش ما انتحر، أمها مقعدة، أبوها مقتول، أخوانها بلا عمل أكبر من عندها اثنين، هي 22 سنة، أخوانها 23 24، هم هاي عائلتهم، بيتهم صغير عبارة عن غرفة ومطبخ صغير. قالت أني عمري 22 سنة ما عندي موبايل، هاي ملابسي اللي تشوفوها، ما عندي غرفة خاصة بي، أنام ويا أخوتي بالليل أنام وياهم بغرفة واحدة كليتنا، فما عندي يعني حياتي ما بيها مستقبل أنا أشوف. فإحنا حاولنا نهدم من أخذناها بنات الشرطة المجتمعية ضابطات ومنتسبات، أخذوا المول طلعوها، اشتروا لها بعض الملابس بعض الهدايا، رجعت حاولنا نلقى لها عمل. نعم، بعدها دخلت شفت المطبخ اثنين في ثلاثة مطبخهم، زين هذا أسوي غرفة إلك ونسوي لكم مطبخ برا مطبخ صغير. قالت يا ريت والله، فرقنا بنينا لهم مطبخ صغير، فرقنا المطبخ سوينا لهم إياه غرفة. ورا أسبوع جت هي فاجأتنا، يعني جت للشرطة المجتمعية شايلة باقة ورد، قالت أنا معقولة أريد أنتحر؟ الحياة حلوة. اذا من هاي القصه لانه الله يسخر لنا الناس الصح بالاوقات الصح. اذا لكل العالم، لكل من يحاول ان ينتحر، نقول له هي الحياه يوم لك يوم عليك، فعندما تكون الحياه صعبه عليك ولا تلجا للانتحار، اصبر حتى تنكشف هذه الغمه عن حياتك وعن واقعك، وبالتاكيد راح تنتقل الى واقع اجمل بعد ما تصبر او تعمل على التغيير، مثل ما غيرنا ويا البنت اللي من بغداد من احد مناطق ان شاء الله.